نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيم الخير احتفالية كبرى بمحافظة بني سويف تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الأهلي. جاءت الاحتفالية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي وشهدت تسليم 200 مشروع تمكين اقتصادي. في إطار متابعة مؤسسات التحالف الوطني لنتائج مبادرة التمكين الاقتصادي التي أطلقت مؤخراً وفقاً لبروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان ومؤسسة أبو هشيم الخير، جاءت الزيارة الميدانية لعدد من المشروعات التنموية الصغيرة بقرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الوسطى بمحافظة بني سويف. كل شهر بننزل نسلم 200 مشروع مع طرود غذائية وطرود لحمة. النهاردة قلنا لا، احنا عايزين بقى ننزل نشوف نتيجة المشروعات التمكين الاقتصادي دي كانت ايه وقعها. جايين النهاردة نوزع 200 مشروع اقتصادي تمكين اقتصادي. اول مرة نيجي نفتح المشاريع، فتحنا دلوقتي 3 نماذج من المشاريع اللي هم فازوا معنا الشهر اللي فات. ده جزء من أكتر من 600 مشروع تمكين اقتصادي اتوزع حتى الآن على أرض الواقع، لكن لسه هنكمل إن شاء الله. 3 مشاريع لمواطنين استفادوا من مبادرة التمكين الاقتصادي يأتوا كنموذج لعديد من المشروعات التي تم تسليمها لعدد من المواطنين المستهدفين لدعمهم وتوفير كل ما كان ينقصهم لتبرز مدى نجاح المبادرة وما حققته على أرض الواقع لهم. قالوا أنت يلزمك إيش؟ قلت لهم أنا يلزمني مكنة وكده. قالوا خلاص نجيب لك اللي أنت عايزه. جو عطني 15,000 جنيه وقالوا اللي أنت عايزه واللي أنت عايزه بعد كده بعد ما تسد دول هندي لك يعني إيه؟ هندي لك منحة تاني. عطوني 30,000 أول دفعة، 15,000 جبت حاجتي وجبت بضاعتي وجبت حاجاتي كلها وقومت مشروعي حلو. بشكر المؤسسة الحياة كريمة ومؤسسة الأرمان عشان وقفوا معانا وساعدونا يعني. بعد الزيارة الميدانية استكملت مؤسسات التحالف فعاليات المبادرة في الشهر الثالث منها بتسليم 200 مشروع تنموي صغير الذي يتمثل في قرض حسن قيمته 30,000 جنيه، بالإضافة إلى تسليم طنين من اللحوم الطازجة و1,000 كرتونة مواد غذائية على 1,000 أسرة. كنت محتاج مكنة بتاعت خشب إن أنا أسعى بها اللي أطور مشروعي. سمعت من ناس التحالف الوطني فرحت، ربنا كرمني وخدت قدمت على القرض إن شاء الله الحمد لله، وجالي بعد أسبوع كلموني إن هم هيدوني قرض علشان خاطر أكبر المشروع وكده، والحمد لله بعدها عملت الورق واستلمت القرض وكبرت المشروع الحمد لله، وأصبحت بعد ما كنت ببيع قطاعي بقيت ببيع جملة وقطاعي. حط 15,000 وكملت على لبسي، ويعني شايفة إن المشروع كويس وساعدني أنا وأختي كمان، أختي دخلت شركة معايا. لا الحمد لله تطور كويس جدا وبيساعد ناس كتير جدا جدا ما كانتش لاقيه. من اهداف التحالف الوطني منذ اطلاقه هو ان يحيا كل مواطن مصري حياه كريمه يتمتع بها اينما كان، وما زالت مؤسساته مستمره في تحقيق هذا الهدف الاساسي.